للحديث عن الانتهاكات ضد النازحين وكذلك المساعدات عن نازحي جرف الصخر، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة العاني، بداية مرحبا بك. لماذا يستمر تهجير نازحي محافظة ديالى؟ نتحدث عن أكثر من 8000 عائلة لم تعد لمناطقها، وخصوصا نازحي جرف الصخر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. النازحون لن يعودوا إلى ديارهم إلا بقرار سياسي. المعروف جيدا أن هذه المناطق التي تم تهجير سكانها من سكان هذه المناطق من منازلهم يعود ذلك لأسباب سياسية، وكذلك يتم استغلالهم أيضا بصورة سياسية ومساومتهم على العودة إلى ديارهم. النازحون أولا تم تهجيرهم قصديا من ديارهم لأنهم كانوا من المعارضين لسياسات الحكومة، ولذلك الحكومة تعمد على الانتقام من سكان هذه المناطق، والآن تستعملهم الحكومة كورقة ضغط سياسي فيما بينهم، وأقصد هنا الأحزاب التي تتسيد المشهد في العراق والميليشيات التي أصبحت تسيطر على هذه المناطق، وبالتالي تمنع عودتهم إلا بعد أن يخضعوا لإرادتها وأن يقوموا ب يعني الامتثال لأوامر هذه الميليشيات. كذلك أن بعض المناطق ممنوعون أيضا من العودة إلى منازلهم لأن هناك عملية تغيير ديموغرافي تجري جرت في هذه المناطق، وأصبحت هذه المناطق تابعة وخاضعة للميليشيات، والميليشيات الآن تسيطر طيب عليها. يعني وما الداعي أن تقطع المساعدات؟ ماذا يضرها إن يعني استمرت المساعدات بالتدفق إلى النازحين؟ لماذا تقطع أو تقطع المساعدات عنهم؟ قطع المساعدات هي أحد أوجه الانتقام من هذه والعقاب الجماعي للنازحين في هذه من هذه المناطق. الحكومة تلجأ إلى كافة الطرق من أجل معاقبة أهالي هذه المناطق والضغط عليهم. إضافة إلى ذلك فإن هناك الفساد المستشري في وزارة الهجرة والمهجرين، والحكومة بصورة عامة، الحكومة العراقية، مفاصل الحكومة، مفاصل الدولة كلها تعاني من الفساد، ولذلك لن يعني نستطيع أن نؤكد أن هناك مساعدات سوف تصل إلى هؤلاء النازحين. هناك أوامر إيرانية بأن يتم معاقبة أهالي هذه المناطق واستخدامهم من أجل، ولكن مع هذه الأوامر الإيرانية دكتورة، تواصل هذا التهجير القسري إلى أي مدى يحمل كل الأطراف السياسية والميليشيات المسؤولية القانونية عن انتهاك واضح لحقوق الإنسان؟ بالتأكيد التهجير القسري وعدم ومنع أهالي هذه المناطق من العودة إلى منازلهم بصورة متعمدة هو جريمة يعاقب عليها القانون سواء الوطني أو سواء القوانين الدولية. منع أي مواطن من أي شخص من عودة إلى منزله فهذا يخالف للقوانين الدولية. لذلك فإن جميع الأطراف التي تساهم في استمرار مسات النزوح في العراق من جهة استمرار نزوحهم ومن جهة قطع ومن جهة أخرى قطع المساعدات عنهم مسؤولون بصورة كاملة عما يحدث من مآسي للنازحين، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها النازحين ومعاناتهم المستمرة والمآسي التي تحدث لهم. نعم، هذا الملف هل سوف لن يرى حلا في نهاية النفق؟ استمرار رهن عودة النازحين بأجندات سياسية خارجية، إلى أي مدى يشير بوضوح إلى أن ملف النازحين يراد له الاستمرار في التأزم إلى ما لا نهاية؟ نعم، بالتأكيد جميع الأطراف السياسية تريد أن يستمر هذا الملف لأنهم مستفيدون منه، فعندما يريدون أن يقوم بالدعاية لأنفسهم يستخدمون ورقة النازحين من أجل كسب أصوات وكسب يعني بعض الأطراف لكي تساندهم في حملاتهم الانتخابية.
وأيضا يستخدمون في نفس الوقت قطع المساعدات واستمرار المعاسي على النازحين من أجل الضغط على النازحين من أجل أن يساندوهم في سبيل الوصول إلى مناصبهم. ولذلك هي تعتبر الآن بالنسبة لجميع هذه الأحزاب وجميع الميليشيات هي ورقة رابحة في الانتخابات، ويستخدمونها في أي وقت يشاءون، ولذلك تستمر مأساة النازحين بدون وجود أفق لحل. طيب، أمام ما يجري دكتورة من انتهاكات ضد النازحين لا سيما في بابل، إلى أي مدى يتطلب إعادة النظر بسياسات بعثة الأمم المتحدة في العراق؟ بعثة الأمم المتحدة من المشاركين في استمرار مأساة النازحين، خاصة وأنها ترى ما يحدث ولا تستطيع أن تتحرك باتجاه الوقوف والحد من هذه المآسي التي يمر بها النازحون، ولذلك هي تتحمل جزء من هذه المسؤولية، خاصة وأنها أصلا موجودة من أجل مراقبة حقوق الإنسان في العراق، وهذه جزء من حقوق الإنسان هو أن يعيش الإنسان في منزله ويتمتع بجميع حقوقه ولا يتم منعه أو تهجيره أصلا من منزله قسريا. ولذلك تعتبر الأمم المتحدة بعثة يونامي هي من المسؤولين عما يحدث من مآسي للنازحين. طبعا أصلا هي موجودة بأوامر من مجلس الأمن الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، والتي هي صاحبة المسؤولية الكبرى في مسألة النزوح، لأن كل ما حدث في العراق هو بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا لك.